بقول الحمد لله والشكر لله. طبعا نقطة إيجابية بتلعب الاتحاد في اسكندرية، الاتحاد مضغوط في وسط جماهيره. أعتقد يمكن الشوط الأول كان ممكن الاتحاد بكل أمانة أكتر من فرصة جبل كان متألق فيها الحمد لله، ولكن الشوط الثاني تقريبا إحنا الاستحواذ وفرص، ولكن ما كناش بالفعالية اللي كنا فيها بصراحة في مباراة زد من ناحية الفرص، ولكن ده طبيعي يعني. يعني أنا بقول الحمد لله والشكر لله على نقطة من الاتحاد في اسكندرية. عامل ضغط كبير جدا، مضيق المساحات، عامل استريتش بالعرض كمان يا كابتن، فاتح الملعب بالعرض مقفل في كل مساحات نادي الاتحاد السكندري. بقول الحمد لله، ويعني قرينا فرقه الاتحاد بشكل كبير جدا، عارفين انهم عندهم غيابات، عارفين انهم احنا عندنا غيابات برضه، بس احنا ما بنقولش يعني، انما احنا عندنا قعود، عندنا سيرجي هاكا، عندنا النادري، عندنا ايمن اشرف، عندنا اربعه اساسيين غايبين، ولكن دايما احنا الحمد لله. يمكن انا من اول يوم اشتغلت معاهم قلت لهم كل الفرقه اساسيه، مفيش حاجه في قاموس احتياط يعني، طالما انت متأيد 30 لعيب خلاص انت اعتبر نفسك ان انت موجود، بدليل ان ابراهيم حسن النهارده بادئ المباراه، بدليل ان موسى لاعب فلسطيني اول مره يبدا النهارده. فبشكر اللعيبه على المجهود اللي هم عملوه، كنا نتمنى ان احنا نخطف الماتش ولكن ربنا ما ارادش، لان انا كنت حاسس ان الضغوط اللي موجوده على الاتحاد في الشوط الثاني هيقعوا بدنيا، وده اللي قلنا للعيبه من الشوطين يعني.